السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية للريفت بتعمل ألاين للفيوز كلهم مرة واحدة. الفيوز اللي انت هتختارهم يقدر يعمل لك ليهم ألاين أو محاذاة زي ما انت عايز بالشكل ده. وتقدر تعمل له روتيت تقدر تعمل سيلكت على اكتر من شيت وتبدأ ان انت تنفذ نفس الاجراء لاكتر من شيت في نفس الوقت. الشركة اللي عاملة الأداة دي عاملة شوية أدوات تانية جميلة، زي مثلا إن أنت تعمل أوتو دايمنشن الـ MAB وأوتو سيف وإكسبورت أند إمبورت إكسل. فدي كلها أدوات إن شاء الله تعجبكم، وزي ما أنت شايف إن هي مجانية. أغلبها مجاني، يمكن في بعض الأدوات بس هما اللي بفلوس.